طب احنا معانا البطلة راضية من ذول الهمم، تقدر تيجي لنا هنا ولا نجي لها احنا؟ في حاجة زينة والدكتور مصطفى حسين عاوز يقدم كلمة شكر لها. أنا كلمتي لروما هي موجهة لي أنا، الشكر بصراحة منها لينا. في إيه يا جماعة؟ لو إحنا كل كلامنا اللي إحنا بنتكلم عليه كتحدي وعلى تحديات نفسية وتحديات اجتماعية واقتصادية، نشوف الشخص قيمة وقامة فعلية، فهي دي اللي بتقابل التحدي. التحدي يا جماعة هم معمق النفس إن إحنا نتصدى ليه. فإحنا شايفين بصراحة شخصية مكتملة في إنها تتحدى إيه بقى أصعب حاجة؟ الحياة بظروفها، وتكون إنسانة ليها طريق ليها حياة. فالعكس أمانة، العكس فينا مش في اللي التحديات اللي حوالينا. أنا أشكرك. ونرحب بالاستاذ محمد ابراهيم عبد العاطي، اهلا وسهلا بك.